السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، والتي نبدأها بالعناوين. واشنطن بوست تصف نظام الأسد بأنه مافيا تعتمد مبدأ البحث عن المال بأية طريقة من خلال التضييق على الشركات الاستثمارية. تزامنا مع موجة التطبيع مع الأسد، ممثل الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم اعترافهم بنظام الأسد. اشتداد حدة التصريحات والتلويح بالتهديدات بين روسيا والناتو بخصوص أوكرانيا بالتزامن مع استمرار الحشود العسكرية الروسية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. نظام الأسد مافيا تعتمد مبدأ البحث عن المال بأية طريقة من خلال التضييق على الشركات العاملة في مناطق سيطرته. هكذا وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أفعال النظام في سوريا، لا سيما توجهاته الاقتصادية في البلاد. المزيد في التقرير التالي. نظام الأسد دخل مرحلة يائسة عنوانها البحث عن المال بأي طريقة، هكذا علقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على حملات النظام التي تستهدف شركات استثمارية في مناطق سيطرته. الصحيفة ذكرت أن النظام يشن حملة للاستيلاء على كافة الشركات حتى تلك التي تعد داعمة له، مستشهدة باعتقال 5 مدراء تنفيذيين في شركة الاتصالات MTN، ومشيرة إلى أن الشركة المذكورة رضخت أمام ضغوط النظام ودفعت ملايين الدولارات بعد قبولها بحكم قضائي مشكوك فيه وفق تقرير الصحيفة. التقرير نقل عن مسؤول تنفيذي في الشركة لم تكشف الصحيفة عن اسمه أنه لا أحد يعرف كمية الأموال المدفوعة من قبل الشركة للنظام، لافتة إلى أن الحكومة فتشت في حسابات الشركة لإجبارها على دفع أكبر مبلغ ممكن. الصحيفة شبهت أسلوب النظام في استيلائه على الشركات العاملة بمناطق سيطرته بأنه يندرج في إطار المافيا للدولة، متحدثة عن ضغط مالي شديد يتعرض له النظام بسبب الديون الكبيرة لإيران وروسيا واستمرار العقوبات الغربية عليه. نظام الأسد استولى على أصول عشرات الشركات منها سورية وأجنبية خلال العامين الماضيين، تقول الصحيفة وتضيف أن النظام صور حملته هذه على أنها جزء من معركته ضد الفساد. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور فراس شعبو، الخبير الاقتصادي من اسطنبول. أهلا بك دكتور. كيف تقيم تقرير الصحيفة الذي شبه نظام الأسد بالمافيا التي تطارد رؤوس الأموال في مناطق سيطرته؟ تحياتي لكم. يعني بصراحة هذا أمر متوقع، يعني اليوم التشبيح المالي موجود وبكثرة في مناطق النظام. يعني سمعنا عن كثير من التجار الذين يتم ملاحقتهم وفرض عليهم ضرائب خيالية وفرض أثاوات وفرض بعض الشروط حتى يستمروا في العمل أو الحجز على أموالهم، وسمعنا عن أعداد هائلة من التجار الذين تم الحجز عليهم وعدم قدرة هؤلاء التجار على التصرف في أموالهم. أيضا هنالك حجز على بعض مسؤولي النظام، يعني النظام بدأ يأكل نفسه، بدأ يأكل حاضنته، بدأ يأكل الداعمين له، لأنه فقد القدرة على الاستمرار من الموارد النظامية. يعني اليوم فقد القدرة على تمويل الخزينة من النفط، من الموارد الطبيعية، من الضرائب، لا يوجد اليوم في سوريا هذه الموارد، وأيضا من التصدير. وبالتالي لجأ النظام إلى البحث عن بديل آخر، مورد آخر، ووجد ضالته في من بقي في سوريا ومن استمر في العمل خلال فترة الثورة السورية. وبالتالي يعتبر النظام أن من استمر حتى اليوم هو ونتيجة هذا استمراره نتيجة تضحيات قام بها النظام، وعليه أن يدفع ثمن هذه التضحيات. طيب للنظام دكتور، برأيك إلى أي حد ستؤثر ملاحقة الشركات ورؤوس الأموال من قبل نظام الأسد على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرته، سلبا أو إيجابا؟ من المؤكد أنها ستؤثر سلبا. يعني اليوم
الجميع تحت يعني سطوة الأمن، الجميع ممكن في أي لحظة يتم مصادرة أموالهم دون أي مبرر أو مبرر وهمي. يعني أنت تتكلم عن رامي مخلوف، ماذا فعلوا به؟ فما بالك بأي شخص آخر غير رامي؟ يعني رامي وقدرته المالية وأذرعه المالية الكبيرة قاموا بالتضييق عليه ومحاولة تفكيك إمبراطوريته المالية. فأي شخص اليوم، أي كيان اقتصادي موجود في سوريا معرض لهذه الأمور، وبالتالي هذا يعني رسالة من قبل النظام إلى أنه لا يوجد أحد بعيد عن المحاسبة، لا يوجد أحد بعيد عن طبعا عن المحاسبة كما يعنيها النظام، أي الحجز و يعني تشبيح أو محاولة إرهاب التجار، وبالتالي سوف ينعكس حالة اقتصادية. يعني شفنا حالة منذ أشهر هروب جماعي للتجار، في ظل هكذا مؤشرات وهكذا أخبار سوف تكون حالات الهروب أكبر. يعني اليوم أكبر الداعمين للنظام بدأ يخاف على أمواله، بدأ يخاف على نفسه من السطوة الأمنية ومن عمليات انتزاع الملكية التي تحدث بشكل علني. يعني نعم، أشكرك الدكتور فراس شعبو الخبير الاقتصادي، كنت معنا من اسطنبول. اعتقلت قوات النظام 12 شخصا وصادرت مبالغ مالية كبيرة خلال حملة مداهمات نفذتها في أسواق دمشق بحسب ما أفاد مراسل حلب اليوم. وأوضح مراسلنا أن الاعتقالات نفذت بتهم التعامل وحيازة العملات الأجنبية وتحويل الأموال بطريقة غير شرعية، لافتا إلى أن الحملة شملت أسواق الحريقة وبرج دمشق والبحصة والمزة، مشيرا إلى أنها جاءت بعد تقارير من عملاء النظام بحق الموقوفين وفق المراسل. اتهمت صحيفة تيليغراف البريطانية المملكة المتحدة بتمويل السجون التي يقبع فيها مئات الآلاف من أبناء مقاتلي تنظيم الدولة في سوريا، مشيرة إلى أن نحو 60 قاصرا لا يزالون في السجون شمال شرقي سوريا رغم حديث المملكة المتحدة عن إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم. وبحسب الصحيفة فإن الحكومة البريطانية قدمت 20 مليون دولار لتحسين الظروف في السجون المكتظة بأبناء مقاتلي تنظيم الدولة التي تديرها قسد، في حين اتهمت منظمة ريبيرف المملكة المتحدة بأنها تنشئ غوانتانامو للأطفال في سوريا حسب تعبيرها. وعن ذوي الفتيات البريطانيات اللاتي التحقن بتنظيم الدولة في سوريا، قالت صحيفة The Guardian إن الحكومة البريطانية تعاملت بشكل غير صحيح معهم من خلال استجوابهم كمجرمين حين طالبوا الحكومة البريطانية بتتبع أثر بناتهم فيما بقيت الفتيات عالقات هناك، وهو أمر كشفت عنه 4 عائلات في جلسة برلمانية مغلقة الأسبوع الماضي. أكد الاتحاد الأوروبي على لسان المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد أن الاتحاد لا يعترف سياسيا بنظام الأسد ولا يريد أي علاقات معه. لا نعترف بنظام الأسد ولا نريد علاقات معه، هذا ما أكد عليه المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل خلال مشاركته بمؤتمر حوار المتوسط في العاصمة الإيطالية روما. نحن لا نعترف سياسيا بنظام الأسد ولا نريد زيادة علاقتنا الدبلوماسية معه، ولا أرى أي سبب حاليا يدفعنا لتغيير موقفنا. الوضع في سوريا يماثل الوضع في أفغانستان، ويوجد في إدلب 1 مليون نازح، والاتحاد الأوروبي لا يزال مستمرا بإرسال المساعدات عبر الحدود التركية. المسؤول الأوروبي تطرق لبعض الدول العربية التي تفكر بإعادة النظام إلى الجامعة العربية، مؤكدا أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي لا يوجد سبب لتغيير الموقف من النظام. الموقف الأوروبي سبقه موقف أمريكي أكد أن واشنطن لا تدعم أي جهود للتطبيع أو إعادة تأهيل رئيس النظام بشار الأسد ما لم يكن هناك تقدم في الحل السياسي. مواقف وتصريحات رأى بعض المحللين السوريين أنها تفتقر للجدية.
كل ذلك أنا باعتقادي هو ما زال في إطار التصريحات وليس الجدي بالتعامل، وقد غض النظر الأمريكيون والأوروبيون عما فعلته الإمارات والأردن وسواها، واليوم في الجامعة العربية هناك أكثر من 9 دول أصبحت موافقة على دعوة النظام إلى جامعة الدول العربية في مؤتمرها مؤتمر القمة. لطالما حاول النظام إظهار نفسه للعالم على أنه منفتح على كافة الثقافات والأديان ويحارب التطرف والإرهاب. Good morning, bonjour, buongiorno, morgen, shalom. بالأمس نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية تقريرا قالت فيه إن بشار الأسد يناور لتغيير صورته أمام المجتمع الدولي ويسعى للتقرب من واشنطن مستغلا ورقة اليهود، حيث استقبلت دمشق 12 يهوديا قادما من الولايات المتحدة بتشجيع مباشر من القصر الرئاسي. الصحيفة رأت أن بشار الأسد يكرر محاولة أبيه الذي سمح لمئة يهودية عزباء بمغادرة سوريا إلى الولايات المتحدة في الثمانينيات، لكن معاريف أكدت أن محاولة الابن ستبوء بالفشل ولن تغير صورته أمام المجتمع الدولي. بالتعاون مع وحدة دعم الاستقرار في سوريا، أقام اتحاد الإعلاميين السوريين فعالية لتكريم الفائزين بالمسابقة الإعلامية التي جرت في مناطق الشمال السوري المحرر. صوت أهلنا وأقلامهم. ضمن مشروع حماية وتطوير الصحفيين والصحفيات، أقام اتحاد الإعلاميين السوريين ووحدة دعم الاستقرار حفلا تكريمي للفائزين في المسابقة الإعلامية التي أقيمت في مناطق الشمال السوري في 5 مجالات إعلامية، وقد تقدم للمسابقة أكثر من 150 إعلامي وإعلامية في الداخل السوري ضمن المحور الإنساني، التعليق الصوتي والمونتاج والتصوير بقسميه للصور والفيديو، بالإضافة إلى كتابة السيناريو. سيخضع المشاركين في هذه المجالات من أصحاب المراكز العشرة الأوائل في كل مجال لدورة تدريبية يرعاها اتحاد الإعلاميين السوريين ووحدة دعم الاستقرار. أهداف التكريم وأهداف الفعالية هي الوصول إلى عدد من الإعلاميين يكونون جزء من المستقبل، مستقبل الواعد. كما شاهدتم عدد من المتسابقين هم من الشباب الجديد الواعد إن شاء الله لخدمة صوتنا المباركة. هذه الفعالية هي الأولى من نوعها في الشمال المحرر التي تكون بهذه الضجة والتي تكرم عدد من الإعلاميين الفائزين في مجالات مختلفة من التحرير والتصوير والمونتاج والتعليق الصوتي وعدة مجالات أخرى. تلي هذه المسابقة تدريبات ذات مستوى احترافي تكريما لهؤلاء المتفوقين، وإن شاء الله يكون هناك نشاطات أخرى ومسابقات أخرى في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله. الإعلاميين عندهم قوة كتير كبيرة صراحة، تفاجأت لما خبروني إنه أنا فائز، وجينا حضرنا هون كان يعني الحضور والجمهور كتير شيء بيرفع الراس، كتير شيء مريح. أقيمت الفعالية على مدرج جامعة حلب في المناطق المحررة بحضور رئيس الجامعة عبد العزيز الدغيم والدكتور عبد المنعم زين الدين وممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية، بالإضافة لحضور كبير من أعضاء اتحاد الإعلاميين السوريين. أعوام 4 على تأسيس اتحاد الإعلاميين السوريين يحتفل اليوم هنا في جامعة حلب في المناطق المحررة حاملين معهم رسائل من الشارع السوري على أمل تحقيقها وإيصالها. بدركشة قناة حلب اليوم، مدينة عزاز. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بتبرعات استمر جمعها لمدة 2 عامين افتتاح مدرسة الشهيد بلال كريم للنازحين في ريف إدلب.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم. وقعت مشادة كلامية حادة بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف بشأن أحداث أوكرانيا بحسب وكالة بلومبرغ. المشادة التي حدثت خلال مأدبة عشاء بحضور العشرات من زملائهم تأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لمواجهة تهديد غزو روسيا لأوكرانيا بعد حشد الرئيس فلاديمير بوتين لقواته على حدود الدولة المجاورة، فيما تشتد حدة التصريحات الرسمية والتلويح بالتهديدات بين روسيا وحلف الناتو. ينضم إلينا السيد حسن الشاغل الباحث في مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى من إسطنبول. أهلا بك سيد حسن. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المشادة على حساسية الموقف الحالي في أوكرانيا؟ في البداية مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. مساء النور. طبعا الأمور متوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية من طرف ومعها ومن ورائها الدول الأوروبية وروسيا بسبب عدة أمور حاصلة في شبه جزيرة القرم وفي البحر الأسود وفي شرق أوروبا. طبعا كما هو معلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية زادت من الأسلحة المنتشرة في بولندا، وهي أسلحة تكنولوجية متطورة بشكل كبير. سبقه عمليات عسكرية قامت فيها دول حلف الناتو في البحر الأسود، مما أدى إلى انزعاج وامتعاض روسي كبير، مما دفع روسيا بعد ذلك إلى القيام بتدريبات عسكرية هي الأكبر من نوعها في البحر الأسود. هذا كله يعكس حالة التضاد بين السياسة الخارجية الروسية والسياسة الخارجية الأمريكية، لكن في طبيعة الحال أعتقد لن تذهب الأمور إلى مرحلة الغزو الروسي إلى أوكرانيا. أعتقد أن السيناريو ذاهب إلى عملية عسكرية من الممكن أن تكون محدودة في المنطقة التي يتواجد فيها قسم كبير من الروس الانفصاليين عن أوكرانيا. نعم. لأن زمن الحروب الموسعة التي تقوم فيها الدول كما هو كان سابقا على ما أعتقد أنه أصبح من الصعب القيام بهكذا. طيب بالنسبة لموقف الناتو، حلف الناتو، هل جميع دوله ملزمون بالتدخل إلى جانب الولايات المتحدة؟ وكيف يمكن أن يكون موقف تركيا بين أمريكا وروسيا؟ في البداية أعضاء حلف الناتو إذا فصلناها تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، نعم دول الاتحاد الأوروبي في غالبيتها مجبرة على الدخول في أو على أن تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أن هذه العمليات العسكرية تهدد أمنها القومي بشكل مباشر. أما عن تركيا أعتقد تركيا سوف تكون محايدة في زمان كان هناك أي عمليات عسكرية على ما أعتقد، لأن أيضا الناتو ترك تركيا وحيدة في الشمال السوري في مواجهة روسيا سابقا، وتركيا يعني الآن أصبحت موجودة مع الروس في علاقات تكتيكية وليست علاقات استراتيجية على المدى الطويل، ومن الممكن وأحد السيناريوهات أن تتخلى تركيا عن روسيا إذا ما كان هناك أي عملية عسكرية كبرى، لكن فهو أمر مستبعد بشكل كبير. أشكرك السيد حسن الشاغل الباحث في مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى، كنت معنا من إسطنبول. شهدت بلدة الهامة في ريف دمشق استنفارا أمنيا فرضته ميليشيا اللجان الشعبية ودوريات تابعة للأمن السياسي التابع للنظام في مختلف أحياء البلدة، على خلفية انتشار عبارات مناهضة لنظام الأسد خطها مجهولون على جدران البلدة بحسب ما ذكره موقع صوت العاصمة. الكتابات المناهضة حملت عبارات طالبت بإسقاط النظام والحرية، وأخرى طالبت بإطلاق سراح المعتقلين. كتابة العبارات المناهضة في الهامة جاءت رغم التشديد الأمني المفروض على البلدة منذ أيام، وتزامنا مع حملة اعتقالات طالت العديد من أبنائها بحسب موقع صوت العاصمة. ناشد رئيس بلدية رماح في لبنان مطانيوس الراعي السلطات اللبنانية بالتدخل بسرعة والعمل على وقف عمليات قطع الأشجار التي يقوم بها السوريون بحسب صحيفة الشرق الأوسط،
وبحسب الصحيفة فإن 20 سوريا يعبرون يوميا من بلدة البهلونية إلى لبنان لقطع الأشجار من الأحراش ونقلها إلى سوريا لبيعها وفق اتهامات البلدية التي قال بخصوصها مصدر عسكري لصحيفة الشرق الأوسط إن القوى الأمنية لم تسجل حصول أي اعتداء من الجانب السوري على المساحات الحراجية في المنطقة ولم ترصد دخول أشخاص من الجانب السوري يحملون مناشير أو أسلحة. تحت شعار بواسطة الفن نتجاوز الإعاقة أقام معهد يونس إمرا معرضا فنيا في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي استعرض فيه مجموعة من اللوحات التي رسمها عدد من أصحاب الهمم وتحكي واقع السوريين. في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وتحت شعار بواسطة الفن نتجاوز الإعاقة أقيم معرض للرسم والفن برعاية معهد يونس إمرا في مدينة عزاز شمالية حلب. طبعا في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة قام المعهد بدعوة 5 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة منهم رسامين ومنهم فنانين. طبعا المهدف المعرض بيهدف لإيصال صورة هدول الأشخاص المعاقين اللي عم يقدروا يعبروا عن لوحاتهم عن الشيء اللي جواتهم عن طريق هاي اللوحات. شارك في المعرض 5 فنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم لإيصال أصواتهم من خلال الفن إلى العالم. أما عن المعرض فقد تضمن لوحات فنية عن النزوح والقصف والتهجير والأطفال والطبيعة في محاولة لنقل الواقع الذي يعيشه الشعب السوري اليوم. أنا أما للفنانة لما محمد عبادي لما من ولادتها ولدت فاقدة للسمع وللنطق لاحظنا عندها موهبة الرسم نمينا لياها بالبداية مشينا معها بس بعدين هي تجاوزتنا ما بقى تستنى لتعتمد علينا يعني خطواتنا البدائية هي بس مشت فيها وبعدين هي طورت نفسها هي اعتمدت على نفسها هذا الإبداع كله كان جهود ذاتية منها مع شوية توجيهات من أبوها الفنان أبوها كمان بيرسم تولى هذا الموضوع معها في البداية وبعدين هي اعتمدت على نفسها. حضر المعرض ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وشخصيات منوعة من شرائح المجتمع كما شكر الحضور القائمين على المعرض متمنين الاستمرار بتنظيم هكذا فعاليات لتسليط الضوء على إبداعات ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى المجالات. عاد 800 طفل من النازحين إلى مقاعد الدراسة بعد افتتاح مدرسة في مخيمات البردقلي بريف إدلب. المدرسة التي تم افتتاحها قبل أيام جاءت ثمرة تبرعات جمعت على مدى عامين. قبل عامين تقريبا أطلقت مبادرة لجمع التبرعات من أجل بناء مدرسة تستوعب الأطفال النازحين في مخيمات البردقلي شمال إدلب. مثابرة كبيرة من القائمين على المبادرة تخللتها مراحل متقطعة في إنجاز المشروع والذي اعتمد على التبرعات فقط. تبرعات أثمرت اليوم عن افتتاح المدرسة بشكل رسمي وانطلاق عجلة التعليم فيها. أطفال المخيمات مهما ضاقت الأحوال ما حيموتوا من الجوع ولكن إذا ما تلقوا التعليم حيطلعوا عاطلين على الأعمال ربما يطلعوا مجرمين من انطلاقا من هذا المبدأ من مبدأ من بنى مدرسة فقد أغلق السجن اتجهنا للعمل في مجال بناء المدارس بفضل الله سبحانه وتعالى نظرا للحاجة الملحة من خلال عملنا الإنساني كنا كثير نشاهد أطفال ما بتعرف تذكر اسمه فبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى بناء المدارس. 800 طفل من النازحين القاطنين في مخيمات البردقلي بدأوا يستكملون تعليمهم في المدرسة الجديدة والتي خصصت تعليمها لطلاب المرحلة الابتدائية. المدرسة تتألف من 20 وحدة صفية تستقبل الطلاب في فوجين دراسيين بغية تحقيق العدد المثالي للطلاب داخل الشعبة الواحدة. أنا هلأ عم بدرس في مدرسة أنا هلأ في الصف الرابع درست الثالث وهلأ الرابع بعد ما نزحنا ظليت 2 سنين ما درست وهلا الحمد لله درست أنا ورفقاتي وحابين نكمل إنه ندرس في هاي المدرسة الحمد لله هون في أستاذ وأستاذية يدرسونا ومقاعد وكتب الحمد لله.
عقبة لا تزال تعترض عمل المدرسة الجديدة وتشكل تحديا لمئات المدارس في محافظة إدلب، وهي تأمين الرواتب للمعلمين، حيث يضطر الكثير منهم لمغادرة هذه المهنة بحثا عن مصدر رزق لهم ولعائلاتهم، ما يسبب نقصا في الكوادر التعليمية وخاصة المدربة منها. مع ارتفاع أعداد الأطفال المتسربين عن التعليم في الشمال السوري بسبب ظروف النزوح، تسهم هذه المشاريع التعليمية في تجديد الآمال لمئات الأطفال باستكمال تعليمهم وتحقيق أحلامهم. من مخيمات البردق لبريف إدلب الشمالي، منصور صبرا، حلب اليوم. وفي نهاية نشرة أخبار هذه، نحيل مشاهدينا الكرام إلى متابعة اللقاء المباشر الجاري على صفحتنا عبر فيسبوك، والذي يجمع فريق قناة حلب اليوم مع قادة المجتمع السوري ومفكريه وممثلين عنه في ذكرى العاشرة لانطلاقة القناة تحت عنوان لنقترب أكثر. وفي الختام، لمزيدا من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء بإذن الله.